حقيقة هذا المركز هو يعني في الحقيقة هو حلم، والآن أصبح يعني له وجود وله واقع. وهذا الحلم يعني بدأ من بدايات مرحلتي في الدراسة، عندما التحقت في الجامعة ووجدت حولي مجموعة كبيرة من الطلاب الأجانب، كلهم مسلمين من البوسنة ومن غيرها، فبذلت مجهود طيب معهم في تعليمهم اللغة العربية، لدرجة إنهم كانوا يوم يسألوهم مين علمكم اللغة العربية يقولوا زميلنا الأستاذ عدنان. بدأ هذا الحلم ينمو، إنه يوم من الأيام يكون عندي وخصوصا في بلدي مركز أنا أشرف عليه، أنا أحط برنامجه. عملت في إحدى الجامعات الدينية في إسلام أباد اسمها جامعة تفهيم القرآن، عملت مركز مشابه، لكن ما كان الهدف الربحي يعني مطروح أبدا، يعني كان عمل خيري بهدف إيصال هذه اللغة. وبين قوسين يعني في الموضوع، أنا أعتبر اللغة رسالة، بالذات اللغة العربية كانت تحديات كبيرة، إنه أنت حتبدأ من الصفر، ولكن يعني أكبر دافع وأكبر عامل من عوامل النجاح إنه أنا كان عندي رغبة شديدة في إنه عمل مثل هذا يقوم بالتصور اللي أنا عايزه. يعني أنا مش عايز أكرر نماذج موجودة في السوق، خصوصا أنه الأردن بلد يعني مضياف، بلد مناسب جدا ببيئته اللغوية ببيئته الاجتماعية. بدأنا المركز في عام 2007، طبعا طلب مني الأستاذ عدنان أخي أن آتي إلى المركز، أنا معلمة متقاعدة، قال لي أم خالد تعالي معي. وأنا كنت أفكر الوضع يعني هي قصة شيء سهل عادي، يعني جئت إلى المركز، كنت لي سنتين ثلاث سنوات في البيت متقاعدة، حضرت وجدت أخي عدنان في الشعبة مع طالبين، طالب ماليزي وطالبة ألمانية. تجاوزنا هذه العقبات، وأذكر كان البداية كانت متواضعة جداً، كان عدد الطلاب 7 طلاب عندما بدأنا، طلاب وطالبات، والحمد لله بدأ الموضوع يتطور، واليوم إحنا يعني وصلنا لحدود 200 230 240 طالب في الفصل. بدأت في التدريس مستوى الثالث في النحو، هو يعطي النصوص وأنا أعطي النحو قواعد، وانتهى الفصل وكان عندنا 7 طلاب فقط، 7 طلاب لا غير. بعد ذلك بدأنا الفصل الأول في شهر تشرين الأول، وأصبح الطلاب يتوافدون عليه. كانت فكرتي إنه هذا المركز يكون بمثابة بيت، أسرة جديدة تستطيع تحتضنه كما تحتضنه تعليميا، تحتضنه نفسيا واجتماعيا. سر نجاح تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها بالتعامل معكم مع الطالب. أنا لا يقول لي أم خالد، أقول لهم ماما ماما. هو جاء من بلده، ترك أمه وترك أبوه، صح؟ وأنا هنا الأم، أشعر معهم، أتحدث معهم، أعالج مشاكلهم، أدخل في الداخل، مريض أعالجه، أشعر معه. هنا صار في تقارب بيني وبينه. كانت ليلة قمراء. الجو لدراسة اللغة العربية في كلية مجتمع ممتاز، لأن في بداية أنا
عربية ليس جيد، ولكن الآن بعد شهران درست فيها في هنا أفكر اللغة العربية أفضل من ماضي. شيء عجيب الذي وجدته في هذه الكلية أن الأستاذ الأساتذة والدكاتر يساعدون الطلاب بكل المساعدة، إن كان بكل مساعدة لك تحتاجه. فيه يوم اتصلوا به أهل من غانا أن أمي مريضة جدا، وذهبت إلى الدكتور عدنان وأخبرته بالخبر أن أمي مريضة، أريد منه الدعاء. وقال هل يحتاجون شيء من المساعدة؟ قلت له بلى إن شاء الله يحتاجون شيء، وساعدني مما قدره الله له. أنا أريد درس لغة عربية في كلية ملتمة، في كلية كثيرا من الأصدقاء من بلدي كثيرا كرومانيا أو كوريا، وهنا أستاذ جيد. الجانب الثاني اللي أنا كنت حابب يعني أحاول إنه أصل إله، اللي هو إنه أمزج بين اللغة وبين الثقافة الإسلامية. يعني أنا لا أريد إنه الطالب يتعلم لغة فقط، لأنه هو سيتعلم اللغة العربية، واللغة العربية هي الحاضن للثقافة الإسلامية. لذلك كل ما اطلع على الثقافة الإسلامية أكثر، كل ما كان لها تأثير إيجابي على لغته. جيد لأفهم إسلام، كيف سيعيش إسلام أحسن وأفضل في مستقبل. الكسرة ثم نقطة حرف الباء ومن ثم بداية الحرف ومن ثم حرف الألف. حقيقة تشكيل المركز وجمالية المركز هنا يشكل شيء كبير أستاذ محمود. في الحقيقة يعني هو كل الحياة، هو كل الحياة، هو العمل، هو البريق، هو نقطة التنفس والانطلاق في جو جميل جدا نعيشه هنا في الكلية مع إخوة وأخوات. بالنسبة للمناهج حقيقة هذه يعني من أهم القضايا اللي يفتقدها يعني مجال تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. إلى الآن يعني ما في منهاج يعني متكامل في هذا، ولكن إحنا حقيقة عندنا نوع من التنويع، وهذا التنويع على حسب حاجة المجموعة. هذا المركز له رسالة، رسالته الأساسية في الدرجة الأولى هي تعليم اللغة العربية. لذلك أنا بقول لمن يحب أن يتعلم اللغة العربية مسلم أو غير مسلم، نقول له أهلا وسهلا بك، ستجد في هذا المركز كل عناية واهتمام، وإن شاء الله ستخرج من هذا المركز بما تحب وبما ترغب من اللغة التي تمكنك من دخول سوق العمل إذا أحببت، أو من دخول تخصص في اللغة إذا أحببت، أو أي اتجاه من الاتجاهات اللي أنت ترغب فيها. زور المركز، ادخل هذه التجربة، وإن شاء الله سيعني تخرج بنتائج طيبة إن شاء الله.